مهارة النهاردة هنتكلم عن الـ Image Restoration بس بالـ Frequency Domain. طبعا احنا عرفنا ايه هي الـ Image Restoration وعرفنا معناها ايه والهدف بتاعه ايه. الـ Image Restoration في الـ Frequency Domain ساعات ما بقدرش ان انا ارجع للـ Image الأصلية باستخدام الـ Special Domain او باستخدام الطرق المعتادة في الـ Special Domain، فبضطر ان انا اروح للـ Frequency Domain. تمام. الجميل في الفريكوانس دومين ان في بعض الاوبريشنز اللي فيه ريفرسيبل، يعني لو انا مثلا بجيب مثلا الجي اوف اكس الكابيتال بتساوي الاتش مالتبلايد باي الاف. تمام. انا ممكن عشان اجيب الاف دي بكل بساطة ممكن أقول إن الإف بتساوي الجي على الإتش. وفي بعض الأحيان بيبقى سهل إن أنا أستخدم الفريكوانسي دومين ده في حالة إن أنا لو كنت في الإيمج الأصلية ما كنت الجي كانت عبارة عن الإف في كونفوليوشن مع الإتش. في الحالة دي أنا ما كنتش ببقى أعرف أعمل العملية العكسية للإيه؟ للكونفوليوشن، فمش ببقى أعرف أجيب الإف تبقى عبارة عن إيه؟ لكن لو حولت الايمج للفريكوانس دومين اقدر ان انا ارجع للايمج اللي هي اللي هي محسنه يعني. تمام. دي بس الفكره بتاعت الريستوريشن في فريكوانس دومين، ان ممكن في بعض الاحيان بيبقى سهل ان انا اعمل ريستوريشن في الفريكوانس دومين. تمام. طيب ايه اول حاله او اول حاجه ممكن يفيدني الايمج ريستوريشن في الفريكوانسي دومين؟ هي البريودك نويز. هي البريودك نويز طبعا البريودك نويز اللي هي بتبقى عباره عن مثلا ساين ويف بتتكرر، والساين ويف دي انا بروح ضايفها على الايمج الاصليه، سواء كان طبعا بضيفها للفريكوانس دومين بتاع الايمج الاصليه اللي احنا كنا طبعا بنقول عباره عن شكل حاجه عامله زي كده. تمام. ده الاف او الايمج في الفريكوانس دومين بضيفها على الايمج الاصليه، وبالتالي الايمج الجديده من الايمج دي بتكون الديجريدد لو سميتها مثلا جي اوف اكس. تمام. فدي البريودك نويز. البريودك نويز لما بتيجي تتحط في النسخه دي بتبقى عباره عن نقط موجودة كده حوالين الايمج الأصلية أو التفاصيل بتاع الايه الايمج. مثلا لو كان عندي الايمج دي كده بالمنظر ده في الفريكونس دومين، بيبقى عندي هنا البريودك نويز بتبي ريبريزنت كده نقط في الفريكونس دومين. هي ليه طبعا نقط؟ احنا لما كان عندي لاين زي السكوير كده، لما كان عندي لاين كونكتد بوينتس بقدر ان انا اقول ان هو عباره عن حاجه زي كده. لو كان لاين حاجه زي يعني لاين متوصل بيبقى عباره عن مثلا لاين زي كده في الفريكونس دومين. الفكره ان البريودك نويز بتبقى عباره عن حاجه زي كده. يعني طبعا ممكن خلينا نشوف مثال. البريودك نويز بتبقى حاجه عامله زي كده، نقط موجوده، هي نقط متقطعه بس ايه موجوده بشكل منتظم الى حد ما في الايمج كلها، بنسميها بريودك لان هي بتيجي كل يعني كل كام بكسل بلاقي النويز دي، كل كام بكسل بلاقي النويز دي. هي دي الفكره. فلو انا جيت اريبريزنت الايمج دي اللي متضاف عليها بريودك نويز في الفريكونس دومين الاقيها عامله زي كده. الصخره دي هي النقط اللي موجوده هنا دي عادي، ولكن البريودك نويز او النقط المتقطعه سواء كان من يمين او يعني فيرتيكال او هوريزونتال الاقيها عباره عن النقط دي. فلو انا استخدمت حاجه زي مثلا باند باس فلتر او باند ريجكت فلتر، فلتر بيعدي على الريجون دي كلها ويقول انا مش عايز الريجون دي، الريجون اللي هي موجود فيها النقط. تمام. يجي عند الريجون اللي فيها النقط دي حواليها كده يقول انا الحته دي انا عايز ريستور الايمج الاصليه، بس الريجون دي انا همسحها اخليها بزيرو. تمام. اسمه باند ريجكت فلتر. لو انا عملت حاجه زي كده الايمج لما تيجي ترجع ايه زي الاول. هي دي فكره الريستوريشن، ان انا الايمج لو ضفت لها بريودك نويز، البريودك نويز بتقومي مابت في الفريكونس دومين بالمنظر ده، فانا اقدر اشيلها بالباند باس فلتر او الباند ريجكت فلتر. طبعا في فرق بين الباند باس والباند ريجكت، ان احنا كنا خدنا الهاي باس واللو باس. الهاي باس يعني
كل البيكسلز اللي موجوده في ريجن معينه، في الريجن اللي في النص اعمل لها باص، اللي موجوده في اللو بخليها باص، هنا بخليها ايه اللي موجوده في الهاي بخليها تو بي باص، لكن اللي في النص لو انا بقول باند باص يعني اللي في النص هو اللي خليه يعدي واي حاجه تانية ايه تبقى زيرو، لكن لو عايز اللي في النص هو اللي ما يعديش فبقول باند ريجكت. هي دي فكره الريستوريشن في الفريكوانسي دومين. وايه هي البريودك نويز؟ عباره عن ساين ويف بريودك بتضاف على الايمج الاصليه، بس بتضاف على ايه؟ على الفريكوانسي دومين فيرجن من الايمج، وفي الاخر بينتج لي حاجه زي كده، بقدر اتخلص من حاجه زي كده واتخلص منها بال باند ريجكت فلتر. تمام. فالباند ريجكت فلتر يعني هيبقى 0 1، يبقى حاجه زي كده طبعا، حاجه زي كده سوري فلتر، و والحته دي كده اللي انا عامله لها باند، باند ريجكت يعني ده تبقى 0 ودي 1 ودي 1. فالفلتر ده لو انا هعمل له على هيئه ايكويشن فيبقى عباره عن 1، فاي حاجه اكبر من دي 0 و0 في الرينج اللي هو ما بين ال دي 1 وال دي اتش، يعني انت الحته دي كده ولنفرض ان دي دي ودي دي ديستنس معينه، اي حاجه في النص ما بين دول هخليها بايه؟ ب0، غير كده هخليها ب1. طبعا المفروض يكون 1 هنا ايه؟ اذروايز. تمام؟ اي حاجه بره الرينج ده، دي الباند ريجكت فلتر. طبعا الباند باس فلتر هيبقى عكسه، بدل ما اجي اقول 0 هنا و1 هقول 1 و0، يعني اي حاجه جوه الرينج اخليها ب1 واي حاجه بره الرينج اخليها ب0. ده 1 0 ده الباند ايه؟ باند باس فلتر، يعني اللي في النص هو اللي اخليه يعدي، غير كده اي حاجه تانيه امشيها. طبعا في حاله البريودك نويز انا بستخدم الباند ريجكت فلتر عشان هو انا عايزه اقول اريجكت الريجون دي، الريجون دي انا مش عايزه تعدي، اي حاجه تانية هتعديها اللي هي كل حاجه تبقى وحيد بره بره الريجون ده، كل حاجه تبقى وحيد، فهاخد الايمج كلها بس الحته دي اللي فيها النويز اشيلها، وبالتالي الايمج تو بي ريستورد ايه بشكل كلين. طيب فده الباند ريجكت فلتر، ويعتبر الباند ريجكت فلتر عباره عن 1 ماينس الباند باس فلتر، الباند باس فلتر اوكي، يعتبر العكس الاوبريشن بتاعته يعني. طيب وهنا بيقول لي الاوبجكتيف والباند باند ريجكت فلتر از تو اتنيويت ليميتد رينج فريكونسيز وايل ليفنج ذا اذر فريكونسي، يعني بيجي عند فريكونسيز معينه هي دي اللي بيعمل لها اتنيويشن او بيلغيها بيخليها بزيرو، لكن وايل ليفنج ذا اذر فريكونسي بيسيب كل المناطق الثانيه زي ما هي. تمام. طيب طبعا عشان اطبق باند ريجكت فلتر ممكن اقول زي ما انتم شايفين كده اللي هو قلت عليه 0 1 0 1، دي اول ما اقول 0 1 يبقى انا كده ايديال باند ريجكت فلتر، ايديال يعني 0 1 وفي شارب ديسكونتينيوتي ما بين الريجونز اللي هي دي، تيجي هنا عند الايه باند ريجكت. طبعا المفروض ماشي الحاجه اللي هي هو بيعدي كل اللي فوق وبيسقط الحاجه اللي في النص، بيسقطها يعني بيريجكت الحاجه اللي في النص، لو هو بقى بيحاول يخلي الايكويشن دي ما تبقاش 0 1 بالظبط يعني ويكون في ريجون كده سموث، ده يبقى باتر وورث او جاوسيان باند ريجكت فلتر. طيب وزي ما في ايديال باند ريجكت فلتر وباتر وورث وجاوسيان ريجكت فلتر، في برضه ايديال باتر وورث وجاوسيان باس فلتر، يبقى الاختلاف برضه في الايه؟ في الايكويشن. طيب طبعا ده مثال بيوريك من الاول، لو انا عندي الايمج دي ضفت عليها ساينسويدال نويز او بريودك نويز، جيت اعمل لها فريكونس دومين، الفريكونس سبيكترم اوف ذيس ايمج بيكون كوربتد، وجيت استخدمت الباند، هو مش مشكله باتر وورث او باند باند ريجكت فلتر اللي هو في النص بيبقى زيرو والباقي كله وحيد، بضرب دي في دي بيطلع لي الايمج دي اوكي، لان هو هيطلع كل حاجه زي ما هي ما عدا الريجن دي هيضربها في ايه؟ صفر، فمش تركه معايا. طيب ده الريستوريشن وده الباند باس فلتر، واكيد طبعا الباند باس فلتر هيبقى واحد ناقص الباند ريجكت فلتر. طيب بعد كده بقى فلتر تاني اسمه نوتش فلتر، النوتش فلتر ده يعني ماذا لو الايمج بتاعتي كانت
متوزعة في تو ريجونز، مش متوزعة زي ما احنا كنا عملنا كده، ان هي انا عندي ايمج وموجود الفيريدوك نويز موجودة هنا وهنا وهنا بشكل سيركولر كده في ريجون معين. طيب افرض انا الفيريدوك نويز دي او حاجة تانية من انواع النويز موجودين هنا بشكل سيركل تاني كده، فانا اعمل ايه؟ محتاجة الباند ده كمان هو يشال. فلو انا عندي اكتر من باند محتاج اشيله، او محتاج او اكتر من باند هو اللي مهتم بيه، بستخدم النوتش فلتر. النوتش فلتر هو بيسمح لي ان انا استخدم ايه؟ اكتر من باند، سواء كان اكتر من باند اعمل له ريجكت او اكتر من باند اعمل له باص. في باند في نوتش فلتر يعني في ريجكت اور باص، النوتش فلتر في نوتش ريجكت فلتر ونوتش باص فلتر. اوكي، اللي هو الفكره بس ان هو بيضيف اكتر من ايه؟ من فريكونسيز ريجنز، دي اللي هو بيعمل لها ريجكت او ان هو بيعمل لها اكسبت او بيعمل لها باص. تمام، وطبعا في ايدل وبتر وورث وفي جاوسي، وطبعا مش شرط يبقى اتنين بس، اتنين فريكونسيز، ممكن يبقى اكتر ريجن، اكتر من ريجن، في ريجن تانية. فهو هنا هيخلي لو انا باند ريجكت فلتر هيبقى زيرو لو انا موجوده في الرينج ده او الرينج ده، لو الديستانس اللي عندي موجوده في الرينج ده او الرينج ده، عندي اتنين فريكوانسي ريجونز يعني، وان طبعا اذروايز. وممكن نعكس الايكويشن، لو انا عندي باند باس نوتش نوتش باس فلتر. طبعا دي مش عايزه كلام، الباند باس فلتر، الباند نوتش النوتش باس فلتر هيبقى عكس الاوبريشن بتاع النوتش ريجكت فلتر. النوتش ريجكت فلتر والنوتش باند نوتش باس فلتر 1 ماينس. ده بيفرق في ايه او بيبان في حاله ايه؟ بيبان ان انا لو عندي في ايمج زي كده مثلا وفي سكيل لاين او في خط موجود في النص، وانا عايز الايمج دي تظهر لي بالمنظر ده بحيث ان هي تبقى كلير، مفيش حاجه اسمها خطوط في النص كده. فاللي بيحصل ان انت فاللي بيحصل ان انت بتبدا تسيميوليت اللاينز دي، اللاينز دي بتبقى عباره عن الخطوط دي. تمام، انت بتبقى عايز الخطوط دي هي اللي تلغيها، فانت تروح قايل ايه، انا هاجي عند، لو مش عايزه الغيهم كلهم ممكن اجي عند اللاين ده واللاين ده واللاين ده، هو يعني اللاين ده واللاين ده كده كانهم تو فريكوينسيز، هم دول اللي هضربهم في ايه؟ في اصفار، او ان انا هم دول اللي هكون مهتم بيهم. هو عايز المفروض يعني اعمل نوتش ريجكت فلتر، يعني اللاينز دي هي اللي الغيها. تمام، وفي الاخر تظهر لي الايمج. تمام، طيب ده النوتش فلتر بيفيدني طبعا ان انا بريموف السكال لاينز اللي بتبقى موجوده عندي، بحيث ان السكال لاينز دي بتبقى اكتر من فريكونسي، يعني مش موجوده في رينج واحد بس. طيب الانفرس فلتر ده اللي هو ستريت فورورد فلتر، انا لو عندي اتش اوف اكس بتساوي اف اكس في الكونفوليوشن اتش اوف اكس بلس ان، ولو انا عملت اسيوم ان ما فيش نويز بس انا بس عملت بلورنج، فالانفرس فلتر طبعا بيحل مشكله البلورنج. لو انت، احنا طبعا اتفقنا لما باجي اعمل سبيشال ايمج ريستوريشن في السبيشال ببقى مهتمه بالجزء ده بس، ان انا ابقى عايز اشيل النويز، سواء كان ان هي اضافت اديتيف نويز موجود عندي فببدا ان انا ايه الغيها. فان انا ضفت النويز دي وكانت جاوسيان ضفتها وهي ارسماتيك سوري اكسبوننشال او اي حاجه، بضيف بمسح بلغي النويز دي. لكن لو انا كنت النويز بتاعتي عباره عن بلورنج فلتر ما كنتش اقدر اعملها في الفريكوانسي دومين. خلينا بس نحول دي كده للفريكوانسي دومين، ما كنتش اقدر اعملها في السبيشال دومين. خلينا نحول دي كده للفريكوانسي، الجي سمول تبقى جي كابيتال والاف سمول تبقى اف كابيتال، والكونفليشن هتحول لضرب والاتش تبقى اتش كابيتال وبلس الان. لو انا قلت ان الان دي مش موجوده، لو انا عايز احل بس مشكله البلورنج، لو النويز الزيرو هيبقى عندي الدنيا دي كده، فعايز اجيب الاف لوحدها هتبقى عباره عن الجي على الجي على الاتش، او واحد على الاتش في الجي. تمام، يدي فكره الامبلس فلتر ان انت عايز تجيب الاف، الايمج اللي عندك اقسمها على فلتر. بس المشكله فيه ان انت بتبقى عايز تبقى
يعني عارف ايه هو الفلتر اللي اسمه اللي انت عملته بيه بلورنج، عملت بلورنج مثلا بميديا، انا عملت بلورنج بافريج فلتر، بتبقى الافريج فلتر ده بتحوله طبعا بقيتش، بتحوله لاتش كابيتال او بتجيب الفريكوينس دوميلي وتقسم دي على دي، بيبقى بيديك الايمج الجديد. فهو بس عيبه ان انت لازم تبقى عارف ايه هو الفلتر، اوكي، لان انت بتبقى عايز تقسم على الفريكوينس دومين بتاعه او الفريكوينس ريبريزنتيشن بتاعه. ده الانفرس فلتر. هو بالمنظر ده انت بيبقى عندك الايمج ديجريد او فيها بلورنج، انت بشكل ما بتطبق الانفرس فلتر بيطلع لك كده. ليه؟ لان انت قسمت الايمج مالها، قسمتها على البلورنج فلتر، اوكي، او الفلتر اللي كان عمل بلورنج. عكست الاوبريشن، يعني انت المفروض عملت بلورنج بان انت عملت كونفوليوشن، ونسميها مثلا انت عملت ضرب لو انت عملت فريكونس دومين، فهتعكس الضرب ده وتخليه اسمه، هيطلع لك الايمج الاصلي. تمام، هي دي فكره الريستوريشن في الفريكونس دومين، ان انا بحاول اتخلص من البريودك نويز، بحاول اتخلص من السكان لاينز، بحاول اتخلص من البلورنج، البريودك نويز بتخلص منها من الباند ريجكت فلتر، والنوتش فلتر بيتخلص من السكال لاينز لانها بتبقى عباره عن كذا فريكوانسي بقى عايز اتخلص منه، والانفرس فلتر بيبقى الهدف منه ان انا اتخلص من البلورنج فلترز اللي انا ما اقدرش اتخلص منها في السبيشال. تمام، طيب دي كانت المحاضره بتاعت النهارده.